بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نبدأ في محاضرة Reservoir Simulation. طبعا خليت انتم مع أستاذ صالح المحاضرات الخاصة بالسيموليشن، بدأ معاكم شنو هي أنواع السيموليشن. عرفنا أن عندنا Analytical Methods وعندنا Numerical Methods. اليوم طبعا بنركزوا على Numerical Simulation أو Numerical Methods اللي هي باستخدام طبعا التحليل العددي، خلينا نقوله بالعامية أو باللغة العربية اللي هو التحليل العددي. واخدين طبعا كورس اسمه Numerical Analysis، هو طبعا اللي يعتمدوا فيه أو اللي يعتمد عليه Simulation by using Numerical Methods، أو اللي هو طبعا حاليا أصبح في عندنا حاجة يسمى فيها السوفتوير، كمبيوتر سوفتوير. طبعا هو يتطلب برنامج أو يتطلب كمبيوتر to solve the differential equation، بس انت تحل المعادلات التفاضلية. شنو هي المعادلات التفاضلية اللي ناتجة او اللي تمثل لي الفلو؟ طبعا احنا عارفين ان الفلو، او مثلا لو قلنا ان الكيو شنو تساوي؟ تساوي الكي في الاي في الدلتا بي على الميو في الال. طبعا هذه بشكل جنرال معادلة دارسي، equation of دارسي. لكن طبعا الديفرنشال equation، لان نحن عندنا كيف ما قلنا الريزرفوار موديل او الريزرفوار بنقسموه لجريدز بلوكس، يعني بلوكات او جريدز. طبعا كل جريد تمثل او فيها خصائص معينه زي البوروستي، بيرمابيليتي، ساتوريشن، البريشر، كل الخصائص موجوده في الجريد سيل. فباش نديروا ربط ما بين كل سيل وسيل، عارفين ان احنا الفلو بيكون من خلال الريزرفوار، فبالتالي باش انت تحسب او باش تدير عمليه كالكوليشن ما بين الجريدز، بين الجريد والجريد نفسها، تلقى نستخدمه في الديفرنشال ايكويشن. طبعا باش تحل الديفرنشال ايكويشن محتاجين للنوميريكال اناليسيس. طبعا حاليا اصبح في سوفت وير كيف ما قلنا باش يدير لي عمليه سولفنج لهالايكويشنز هذينا، باش يطلع لي الريزلت النهائيه او باش يدير لي عمليه الكالكوليشن اللي انا نبيها. عندي بعض السوفت وير اللي افيلبل، عندي كليبس مشهور طبعا في ريزرفوار انجينيرنج، بتريل مشهور ايضا في ريزرفوار انجينيرنج والكومبليشن والبرودكشن وغيره، البايبسن طبعا هذا خاص بالبرودكشن، والبروسبر سوفت وير هذينا خاصات بالبرودكشن. طبعا هذينا امثله فقط. شنو هو الهدف من الريزرفوار موديل؟ الهدف من الريزرفوار موديل هو انك تدير عمليه، هو انك تبني ريزرفوار موديل تقدر تعتمد عليه في عمليه البرودكشن. البرودكشن شنو معناه؟ يعني انا عندي ريزرفوار مثلا قاعد ينتج ضغوط معينه بريت معين لكل بير، فانا نبي ندير بريدكشن. كيف نقدر ندير بريدكشن؟ لازم ندير ريزرفوار موديل طبعا على الكمبيوتر، بحيث يمثل لي الريزرفوار اللي موجود فعلا، بحيث نقدر نستخدمه بعدين في الديفلوبمنت، في الفيوتشر ديفلوبمنت. انا نبي نحفظ ابار جديده، نبي نجرب قبل ما في السوفت وير، نبي نغير، نبي ندير عمليه ووتر انجكشن، جاز انجكشن، نبي ندير ووتر انجكشن. فبالتالي الحاجات هذه كلها اي او ار، اي تكنيك من الاي او ار، فقبلها بنجربها في شنو؟ بنجربها في السوفت وير. لازم يكون عندي ريلايبل ريزرفوار موديل، هذه لازم من اكتو عليها، لازم يكون ريلايبل ريزرفوار موديل. تو نشوف الخطوات كيف نحصلوا ريلايبل ريزرفوار. عندي انواع الموديل. شنو هي انواع الموديل؟ عندي سنجل ويل موديل، طبعا الموديل هذا يحاكي لي الويل تيست بريشر بيلد اب، طبعا يستخدموا في جماعه الويل تيست اكثر شيء، بحيث انهم يديروا عمليه كونفرميشن للبرمابيلتي ديستريبيوشن اللي هي الكي اتش، هذه طبعا ناتجه من عمليه الويل تيست اكروس الريزرفوار لايس. طبعا يستخدموا في جماعه الويل تيست اكثر شيء، فهذا يسموه فيه سنجل ويل موديل. هو عباره عن موديل يحتوي على بير واحد، البير الواحد هذا ممكن نستخدمه انا ندير عمليه محاكاه للكي اتش، ونوفر مجهود او نوفر بدل ما اني ندير ويل تيست في كل الابار، ممكن ندير على بيرين ونستخدم بعدها السوفت وير في عمليه المحاكاه. عندي بعدها بي اللي هو 1 دي موديل، طبعا 1 دايمنشنال، يعني قصدهم هنا 1 دايمنشنال موديل. المين اوبجيكتيف از تو ستدي ذا سيرت ريزرفوار ديسبليسمنت ميكانيزم. طبعا هذا هو الريزرفوار او ال 1 دي ريزرفوار موديل بالشكل هذا نشوفه فيه. طبعا هذا في اتجاه الاكس وهذه في اتجاه الزد، تمام. انا مثلا عندي بروديوسر وانا عندي انجكتر، انا بندرس ندير عمليه ستادينج للديسبيسمنت ميكانيزم. لو وات اف انا لو حقنت مثلا ميه في البير هذا، كيف بيتغير عندي او كيف بيتاثر او كيف بيتحرك عندي الفلويد؟ فانا بندير عمليه
displacement mechanism سواء كان production أو حتى injection or study the simulator options. طبعا هذا كيف ما قلنا كيف ما شفنا هذا مثال على ال 1D model. عندي sector model أو يسموه فيه 2D two dimension يعني في اتجاه ال X واتجاه ال Y. ال 2 dimensional model أو sector model هو طبعا ندرسه به أو نديره به عملية study development option in specific field location يعني نختار مكان معين من الفيلد من الرزرفوار ونديره فيه study معينة زي مثلا ما ندير water injection. طبعا بالذات الكلام هذا أمتى نديره لما يكون عندي حجم الرزرفوار كبير مثلا 7 كيلومتر 8 كيلومتر طول متاعه مثلا فأنا بدل ما أني أنا ندرس الرزرفوار بالكامل لا ناخذ جزئية معينة من الرزرفوار ونطبق عليها مثلا لو درت ووتر انجكشن لو درت بايلوت اي او ار لو درت غاز انجكشن فبالتالي هذا بنستفيد به انا اننا ممكن ناخذ الريزلت اللي نحصلها من الموديل هذا ونعممها على باقي الريزرفوار او اني انا بنوفر الوقت ونوفر المجهود فندير سيكتور موديل ونشوف وات اف انا درت ووتر انجكشن في الاريا هذه شنو بنحصل. اوكي هذا بالنسبه لي الموديل. عندي بعدها الفول فيلد موديل. هذا الفول فيلد موديل طبعا هو اللي يمثل لي كامل الرزرفوار اللي موجود عندي فلازم يكون هيستوري ماتش تو هاف ا ريلايبل رزرفوار موديل فور فيلد بريدكشن اند فيوتشر ديفلوبمنت. طبعا هنا لك ملاحظه ان الاي والبي والسي ممكن ان يوز ات تو اسيست الموديل ان بيلدينج الموديل دي فول فيلد موديل. ممكن نستخدم السنجل والموديل وال1 دي موديل وال2 دي موديل في بناء الفول فيلد موديل. طبعا هذا ياخذ وقت طويل. شوفوا انا مثلا هذا طوله حوالي 70 كيلومتر فياخذ وقت في انك انت تدير موديل بالشكل هذا داتا بداتا كبيره جدا بحيث ان انا نقدر إن نبني ريزرفوار موديل بالشكل هذا. طبعا الريزرفوار موديل كيف ان احنا نبني ريزرفوار موديل او كيف ان احنا نديروا عمليه بيلدينج ريزرفوار موديل. طبعا انا قال لك ماني اويل اندستري ديسيبلينز يعني اقسام عديده من الاويل اندستري بتكون موجوده زي الجيوفيزكس جيولوجيست الناس اللي هم خاصين بالسايزميك الجيولوجيين ريزرفوار انجينيرز مهم جدا البتروليوم انجينيرز اللي هم البرودكشن انجينير وغيره شود بي انفولفد لازم يكونوا موجودين. ليش؟ تو اسيست البيلدينج ا ريلايبل ريزرفوار موديل. ما نقدرش انا ندير مثلا كجيولوجي نخش في عمل الجيوفيزيائي انا جيولوجي ما نقدرش نخش في عمل الريزرفوار انجينير انا ريزرفوار انجينير ما نقدرش نخش في جزئيه خاصه بالبرودكشن انجينير فهو عمل جماعي هو تيم وورك. هنا زي ما شفنا هنا it is a team effort all should be responsible to deliver such important project such model could be used for many years to build business cases for field fund which cost the company millions. يعني ال development اللي بنديرها أنا زي water injection بندير أبار جديدة بنحف نغير استراتيجي بتاعي فهذه كلها تكلف ملايين فأنا بش إني أنا نحقق النتائج أو نحقق الأرباح هذه أو إني أنا أنا بنصرف المبالغ هذه فلازم يكون عندي موديل قبل هاي حاكي لي الريزرفوار بتاعي بحيث نطبق فيه قبل وبعدين بنشوف شنو الريزلت اللي بتطلع. الداتا نجو للداتا ريكوايرمنت. طبعا عندي جيوفيزيكال داتا كيف ما قلنا اللي هي 2D وال 3D سايزميك انتربريتيشن عارفينها طبعا باش نحدد بها جيولوجيكال لايرز الريزرفوار ستراكشر الهيكليه بتاعت الريزرفوار او هيكل الريزرفوار والفولتس لو عندي فولتس. الجيولوجيكال داتا طبعا اللي هي ميل اللي بتجيب الويل لوك داتا الاوبن هول لوك طبعا بنحصلوا منها زي القماري والريزستيفيتي لوك دنستي لوك بنحصلوا منها البروستي والووتر ساتوريشن وغيرها. الكور داتا طبعا مهمه جدا الكور داتا بنحصلوا منها البروستي والساتوريشن والبرميبيليتي مهمه جدا هاي طبعا الكور داتا اللي هي عارفينها نحن ومشتغلين تقريبا عليها انتم في واحد من الحقول فهذه بالتالي مهمه جدا في عمليه موديل بيلدينج. Special Core Analysis طبعا هذه السكيل داتا السكيل داتا طبعا هذا اختبار خاص يديروا فيها على العينات بحيث يطلعوا منها حاجتين اللي هي البريشر او الكابيلر بريشر والريلاتيف برميبيليتي. الكابيلر بريشر اللي هو ريسبونسبل على الديستريبيوشن اوف ريزرفوار خلال ديستريبيوشن اوف فلويدز خلال الريزرفوار والريلاتيف برميبيليتي مسؤوله عن حركه الفلويد داخل الريزرفوار. اوكي فهذه سبيشال كور اناليسيس. البريشر فوليوم تمبريتشر اللي هو البي في تي داتا طبعا هذه اللي هي الميل اللي بتكون الفوليوم فاكتور الفوليوم فورميشن فاكتور والفيسكوستي والسلوشن جاز هذه مهمه جدا. الهيستوريكال داتا لو كان عندي
شنو هي الووتر اويل برودكشن ريت والووتر انجكشن ريت وغيرها. هذين كل الموجودات طبعا من ضمن التايم ديبند هيستوريكال داتا، يعني بتشوف الفايل داتا الخاص بالابر. والابزرفيشن داتا اللي هي لو انا درت اي تيست على البير زي الستيك لاين، درت بي ال تي على البير، درت ار اس تي على البير، فبالتالي هذين مطلوبات بحيث اني انا ندير بها distribution of rocks rovers. طبعا الداتا اللي هي كيف ما قلنا البروستي والبرمابيليتي جيميل والاوبن هول لوج والكور داتا. The question is how to distribute this data between the wells to cover the entire model. كيف انا نوزع الداتا هذه خلال الابار ما بين الابار باش نغطي بها كل الموديل. الداتا هذه لازم توزع في الستاتيك موديل فيرست اللي هي في الابار، بعدين نستخدم الاب سكيلينج باش نعممها على باقي الريزرفوار يوزنج حاجه يسمو فيها الاستاتستكس او كريكينج. ار يوز تو ديستريبيوت البروستي بتوين ويلز اند يوزنج بيرمابيليتي ترانسفورمز تو ديستريبيوت بيرمابيليتي، يعني نوزع البروستي في البدايه وبعدين نوزع البيرمابيليتي بناء على الار ار تي اللي هو الريزرفوار روك تايب. الموديل جريدنج واللايرنج طبعا هذه هي الاهم خطوه، اهم خطوه هذه اللي هي الـ الـ في عمليه الجريدنج، يعني انا كيف نقسم الريزرفوار بتاعي الى جريدز وكم بتكون الجريد، يعني كم الاكس والواي بتاعها اريا الجريد والفيرتيكال لايرنج والرننج تايم تو. طبعا هنا عندي مشكلتين او حاجتين لازم انا احطهم في الاعتبار قبل ما ندير عمليه الجريدنج بتاعي. هل الموديل جريد موديل جريدنج واللايرنج سفيشنت تو كابتشر ميجر جيولوجيكال فيتشرز، هل يغطي لي كل الجيولوجيكال فيتشرز الموجوده عندي، وهل الران تايم للدايناميك موديل مناسب جدا مع السوفت وير اللي عندي او البرنامج اللي عندي او الكمبيوتر اللي عندي. طبعا فاين جريد في البدايه ندير انا فاين جريد، يعني ندير الجريد بتاعي بابعاد بسيطه وبعدين ندير عمليه اب سكيلينج باش نكبر او باش ندير عمليه ريديوسنج للجريد. الجريد كوردينيت سيستم والجريد اورينتيشن كارتيزيان سيستم، طبعا عندي انواع الكوردينيتس، عندي الكارتيزيان اللي هو الاكس والواي والزد، الراديال اللي هو خاص بالار وخاص بالزاويه، البي بي اللي هو بيربنديكولار باي سكشن طبعا سيستم فور بيتر موديلنج فور هوريزونتال ويلز اند فولتس، الكارتيزيان طبعا بلوك سنترد تشين والبوينت ديستريبيوشن تشين 5 5 5 و 9، الراديال او السلندريكال هذا موديل فلو ان فيرتيكال ويلز سنجل ويل مودلز. اوكي جريد اورينتيشن طبعا عندي نوعين من الاورينتيشن، يعني التفاف الجريد اللي هو عندي نون اورينتد وعندي الاورينتد. النون اورينتد اللي هو الان اس يعني نورث وش ساوث في اتجاه الشمال، اتجاه الشمال وجنوب. اما الاورينتد فهو المقلوب او المتغير بناء طبعا على الديبوزيشنال ترند والميجر فولتس اللي موجوده عندي. بعدين عندي الموديل لايرنج، عندي الاوبتيمم نمبر اوف لايرز كان بي ديترمايند يوزنج الستريم لاين سوفت وير، عندي سوفت وير خاص باللايرنج اني كيف نقسم الريزرفوار بتاعي الى لايرز طبعا بناء على اللي موجود. الستاتيك موديل سويب افشنسي والدايناميك موديل طبعا، وبعدين حدد النمبر اللي موجود او النمبر اوف لايرز المناسب جدا، مثلا اريال جريد مثلا 100% متر، الفاين ستاتيك موديل كونتين اول جيولوجيكال لايرز زي الوين لوجز بالضبط. فاللايرنج بيجي من الوين لوج وبعدين انا بدي لها عمليه اب سكيلينج ونقرر كم عندي.